السلام عليكم. ليلى الصالحي، تقنية في النقل والإسعاف الصحي. هذا النهار المبارك ديال ليلة القدر خرجت فيه من المشفى، الحمد لله تشافيت وخرجت النتيجة سلبية، تقاسيت بالفيروس. يعني الفيروس النتيجة اللي كانت إيجابية كانت في الأربعاء 6 شهر 5 6 ماي، ودخلت فيها هنايا الأوتيل موغادور وتعالجت هنايا ديك مدة حتى اليوم، اليومين هذا اللي خرجت فيه. فاحنا ما نكذبش على الله ان العلاج ديالي كان صعيب، يعني كنت صابره ودايره الكوراج باش انني نبرى. يعني هو مرض اللي صعيب بزاف، ما نكذبوش على الله، يعني فشلني وفشلي الصحه ديالي وفشلي كل شيء، يعني ما نكذبوش على الله. فكنطلب الناس من هذا المنبر انهم يجلسوا في ديورهم، يراه هو ماشي مرض اللي ساهل اللي بنادم غادي يدخل فيه وغادي يخرج فيه الساعه وغادي يقول راه ما كاين حتى شي حاجه، راه حقا كيهلك الصحه، راه كيهلك بنادم وكتولي المناعه طايحه من بعد، يعني نازله للناس. فالتزموا البيوت ديالكم وخرجوا الا للضرورات القصوى. كنشكر المديره الجهويه للصحه بجهه طنجه تطوان الحسيمه، كنشكر ايضا المدير مشفى محمد الخامس بطنجة، كنشكر الأطباء والممرضين وأيضا مساعد الممرضين اللي كانوا كيسهروا على الشفاء ديالي، وكانوا يعني الحاجة اللي احتاجيتها كنلقاهم هما الأولى. كنشكر أيضا عمال النظافة مساكن لولاهم لو كان رحنا متنا في الوسخ ديالنا. كنشكر السيد اللي كيعقم مسكين الغرفة كل يوم، حتى هو مسكين شكر جزيل جدا. وكنشكر واحد الشكر خاص عوده للزوج ديالي، حيتاش هو اللي كان مقابل لي الدراري ديالو بوحدو، يعني ما معاه حتى شي مرا ولا شي واحد اخر اللي يعاونو، قابل لي الدراري، ومع العلم ان عندي ولد صغير عنده 6 شهور. فكنشكرو من هذا المنبر بزاف بزاف بزاف. كنشكر اللجنة الوطنية للتقنيين في النقل والإسعاف الصحي وعلى رأسهم الأخ أحمد عليجات والأخ حباب سعيد، وكنشكر الأصدقاء ديالي والعائلة ديالي كبيرة أو صغيرة، كنشكرهم بزاف. الوالدين ديالي اللي أزروني، الإخوات والأخوات ديالي كاملين، الأصدقاء ديالي داخل وخارج المغرب كاملين اللي عيطوا عليا واللي سولوا فيا واللي كانوا خايفين عليا، والناس اللي دعوا معايا في الفيسبوك اللي شافوا لي فيديو ديالي ودعوا معايا. الله يجازيهم بالخير في هذه ليلة القدر، والله يجعل رمضان مبارك سعيد عليهم إن شاء الله، باش ما تمناو بالصحة والعافية. وشكرا بزاف. هشام بغنايم، عضو المكتب النقابي ديال الجامعة الوطنية للصحة مدينة طنجة، وعضو المكتب الجهوي كذلك للجامعة الوطنية للصحة. اليوم كما كتشوفوا جينا كمكتب وطني للجامعة الوطنية للصحة بطنجة باش نساندوا الأخت ديالنا المناضلة ليلى الصالحي، اللي هي تقنية ديال الإسعاف والنقل الصحي معنا في طنجة، اللي تصابت بفيروس كورونا، الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات في هذا النهار الجليل. جينا ندعموها في الخروج ديالها، الدعم النفسي وكذلك الدعم المعنوي، وهذا دائما حنا كنا كنطرقوا له وكنتبعوا له في المواكبه ديالو جميع الاطر الصحيه اللي مصابه في هذه المرحله، لان هما في الصف الاماميه، لان هما الجنود اللي كاين في الصف الاماميه لولاهم صراحه لما عشنا ماساه وعشنا واحد الكارثه. وبالتالي حنا كنضحيو كاطر صحيه، كتشوفوا النموذج كاين بزاف الاخوه والاخوات مصابون يعني بهذا الفيروس نتيجه للعمل ديالهم، الترابط داهم داخل الصف أمامية لمحاربة الوباء، وهذا تماشيا مع خطة صاحب الجلالة اللي هي كانت في البداية يعني احترازية واستباقية باش نحدوا من انتشار الوباء. حنا كذلك هذا الشيء اللي كنعيشوه اليوم، يعني كنا نددنا به في بلاغات ديال المكتب الوطني ولا المكتب النقابي ديال طنجة، وكنا ديما كنشيروا في أننا خص يكون هناك أساليب احترازية، خص المسؤولين يعطيوا الضمانات الإجرائية والحمائية باش الأطر ما يحاولوش ما يكونش هناك عدد كبير ديال الإصابات. وبالتالي حنا دائما كمكتب
ديال النقابة الاتحاد المغربي للشغل، يعني نطالب ونندد بحد ونطالب يعني بتوفير يعني بتوفير دائما الإجراءات الحمائية ومواكبة كل الإخوان ديالنا اللي هما باقي الحمد لله باقي كيستشفوا كالسي عبد الرحمن عبد السلام بن رحمون والسي مهدي اللي كنتمنوا من منبر الشفاء، وكنشكر كذلك جميع الأطر سواء المتدخلين عن قرب وعن بعد في هذه الجائحة، ثم كذلك الصحافة اللي كتواكبوا معنا الأطر الصحية وكتقوم هذه الدفعة واحد الشحنة. وتحية نضال للجميع وشكرا لكم جميعا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.